خلنا نتخيل عالم بدون كوميديا، هل يطاق؟ إن الفكاهة هي أعظم نعم البشرية. شو علاقة فن الشعر بالدراما الكوميدية؟ إن السخرية إحدى أخطر الممارسات اللي يمكن أن يقوم بها المرء إذا تجاوز المزاح إلى الإهانة. شاعر العرب الأشهر المتنبي، هل تذكرون كيف مات؟ بسبب شعره. تراثنا مليء بالكوميديا، وعندما يذكر المسرح يذكر شكسبير. هل كانت الكوميديا اللي قدمها تشابلن مثيرة للضحك فقط؟ هل هناك ما هو أعمق من إثارة الضحك في الكوميديا؟ روبن ويليامز اللي يبرز انتحاره معنى آخر عن الكوميديا. كيف يمكن أن تكون التعاسة أحياناً هي الوجه الحقيقي اللي يخفيه المهرج بقناعه المرح؟ لماذا خفت نجم هؤلاء الفنانين وأعمالهم في 20 سنة الأخيرة تقريباً؟ فالسخرية السياسية كانت وما تزال أحد أكبر أوجه الكوميديا انتشاراً، خصوصاً في المجتمعات اللي تعاني من سوء الإدارة. يوم بلا ضحك هو يوم ضائع.